سلام عليكم. عندنا هذا الأخ طبعا قبل فترة هو جالس على يعني واحد رمي رصاص لرجله، الآن عمل عملية قبل ما يقارب 7 سنوات، وكان المفترض أنه بعد سنة وشهرين يبعد المسمار هذا، الآن له 7 سنوات بسبب الفقر ما قدرش يبعدها. العملية تكلف طبعا نزع المسامير 220 ألف، يعني ماش مبلغ كبير، بس أنه واحد بسبب الوضع اللي وصلنا له والفقر الناس ما قدروش يأكلوا. طبعا أبوه توفي بمرض السرطان، سرطان بالكبد، وأيضا أخته توفى غرغرينا، بعد الرجل الأول وجاب بعد الرجل الثاني وتوفى، وهذا الآن الثالث. فكما شرحنا يعني حصل له رصاص برجله وكان جالس، ما حد داري منه اللي داري معه. والشيء الثاني إنه الآن العملية اللي المفروض 7 سنين تعتمل وما اعتملاش، العملية تكلف 220 ألف. أنا أتمنى إذا في فعل خير أو فعل خير يتفاعلوا معه على سبيل إنه يبعد المسامير ويرجع بشيء طبيعي زي بقية الناس، وجزاكم الله خير.